مهدي بوجماعة، لاعب جزائري محترف ذكي يحسن التعامل مع المساحات وصناعة اللعب، يلعب بأريحية كبيرة ويحسن الخروج بالكرة من الخلف ويربط الخطوط بشكل جميل ورائع. لديه شراسة في اللعب واسترجاع للكرة، مكانته لا نقاش فيها مع المجموعة والمنتخب الوطني. يستطيع اللاعب كوسط ارتكاز بكفاءة كبيرة مع اندفاع وخشونة هائلة. مهدي بوجماعة 24 سنة، جديد الناخب الوطني جمال بالماضي، رسميا وتحضيرا لمباراتي أوغندا. هو متوسط ميدان دفاعي بنزعة هجومية، يعتبر خليفة لجديورا، يستدعى لأول مرة للمنتخب الوطني. هو لاعب نادي هاتاي سبور التركي. ما رأيكم في إمكانياته؟ نترككم مع هذا الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.